صورت مقطع صغير خالص على التيك توك وانا داخل العنبر، وكلب هاسكي كان قاعد قدام بوكس كده معين، بس محدش عارف هو قاعد هنا ليه، والكلب يجري وجا مصوت خايف علشان انا منجيش يامبو. طبعا المقطع نزل على التيك توك، الدنيا انقلبت والفيديو خد ترند. بنبص بعد كده على الكومنتات وعلى الناس، وحتى في ناس بتربي كلاب انا نعرفهم، يعني بنشوفهم ساعات كده على الفيس والحاجات دي، بس ماليش معاملات معاهم، عاملين دويتو على الفيديو مش عارف ايه. ايه ده؟ اللي ما يعرفش يقول عدس. مش هنتكلم كتير، عايز الناس اللي معايا على التيك توك تمام، او الناس اللي بتخش على التيك توك تخش على اليوتيوب تشوف الحلقه دي، خش على اليوتيوب وشوف الحلقه دي وافهم، افهم، ولو ما اتعلمتش تعال انا نعلمك، ممكن نقعد نعلمك نص ساعه كده معاك، هنعلمك حاجات بسيطه كده وحاجات هتفهمها تمام. عندنا عنبر كلاب فيه ما يقارب 75 كلب، فيهم ذكوره روت وايلر، وفيهم كلاب روت، كلاب بيتبول، وفيهم كلاب جيرمان، وفيهم ذكوره مالينو، يعني ذكوره ساعه ما بيتعاركوا مع بعض، وحياه خالي حسن لو انت في النص لا ينيموك تحت منهم، ذكوره لو اتعاركوا مع بعض لو انت في النص هينيموك تحت منهم. واستلم بقى باشا واشتغل في الدم والعلاجات ودنيا، اشتغل في دنيا بقى. لو مالكش شخصيه في وسط الكلاب دي، الكلاب دي كل يوم هتقطع بعضيها. الكلب الهاسكي اللي انا دخلت العنبر قبلها باسبوع بالظبط كان مضروب ضربه في عينه هنا من كلب روت وايلر، وقعدت نعالج فيها ونصرف عليها علاجات ما تقارب ال 1000 جنيه، وهو ما يسواش 500 جنيه. بس طبعا احنا ما عندناش حاجه اسمها ما تسواش، احنا عندنا لو كلب ب 100 جنيه وتعب مش مشكله لما نروح نجيب له علاج ب 1000 جنيه، مش هتفرق معايا. تمام؟ طبعا بقى على التيك توك بقى في ناس كتير ما تعرفنيش، يعني في ناس كتير انا معاهم ما يعرفونيش، بس اغلبهم البنات الفرافير اللي هي يايا وماما وبابا واو او وقلبي وحقوق والحوارات دي، انتوا فاهمينهم. طبعا اللي تكتب بقى واللي بيكتب ومش عارف ايه، اللي زعلني ده ما يشغلنيش، اللي يشغلني ان في حد معايا على الفيسبوك طبعا بدون ذكر اسماء ولا داعي لذكر اسماء، وباذن الله انقطعت تمام؟ تنظيف يعني. لقيته عامل لي دويتو، انا بنحبك يا ابو نور، بس انا ايه انت بتعمل لي اعلان، بتعمل لي دعايه ايه يعني؟ انا دعايه. طبعا تعالوا بقى نفهمكم الكلب ده جري ليه وصوت ليه وخايف ليه. بصوا يا جماعه، الكلب ده من قيمه اسبوعين بالظبط تمام، كلب روتويلر طلع مسكه من هنا فتح له دي كلها كده حوالين عينه، وده هنوضحه في الفيديو دلوقتي، هنوضحه، ركزوا معايا. كمان كان بسبب نتايات حيضه في البوكس اللي الكلب قاعد قدامه، في نتايات حيضه في البوكس اللي الكلب قاعد قدامه، هنوريك دلوقتي بالعمل ايه. احنا ما بنتكلمش كلام متغطي، ولا بنخاف من حد، ولا بيشغلنا حد، لان ربنا شايف احنا بنعمل ايه مع حاجتنا، وحاجتنا حاجتنا بفلوس، مش انتوا اللي جايبينها لنا على حسابكم، احنا اللي بنشقى ونتعب ونشتري ونقعد نراعي وما بناخدش منهم حاجه. طبعا دخلت الفيديو العنبر، فجأة الكلب شافني طلع يجري، لان انا كنت عامل ربكه في المكان ده عند البوكس ده بالذات، وما فيش كلاب تطلع تقف عنده تمام. طبعا البوكس ده فيه بوكسين فيهم نتات حيضه، النتات الحيضه دي بتطلع الذكوره تقف قدام البوكسات وتقف زي الغفر، كل ذكر عايز النتات تطلع، الذكر الجدع اللي يقطع الحديد بتاع البوكس ويخش جوه، او يطلع النتات الحيضه، او يمسك الذكر اللي واقف جنبه يقطعه. فانا لازم نعمل حاسم في الوقت ده، اوعوا ذكر يجي يقف عند البوكس ده. تخويف بقى بارتباك بشخصيتك بالحاجات دي كلها، لازم ان انت تثبت للذكوره اللي عندك ان انت اوعوا حد يجي يقف فين تمام. طبعا لما دخلت والكلب جري وبتاع، تعالوا بس ايه عشان لما ابو نور يتكلم، ابو نور بيتكلم دايما بالاثبات، ما بنحبش نفرم كتير وما بنحبش نحرق كلام كتير، والحمد لله انا ابو نور 20 سنه تربيه كلاب، 20 سنة في مشاكل الكلاب، مش هيجي لسه حد امبارح لسه يعني تابع عندي 3 4 حلقات من كذا سنة ويجي رايح عامل قناة على اليوتيوب أو عامل صفحة أو عامل كلام من ده، أو يقول إن أنا مدرب أو يقول إن أنا كلام من ده، يجي يعلم عليا أنا تمام. تعالوا بقى نشوف بالإثبات، ولو حد فاهم الفاهم بيريح، لو في حد بيربي كلاب وشايف الحلقة دي وفاهم الفاهم بيريح. العنبر أهو، كاميرا تقرب كده، أدي العنبر يا جماعة، قرب كمان، ادي الكلب اللي الناس بتتكلم عنه اللي قاعد مش اللي واقف، عشان الناس ما تقولش ان انا بنضحك عليهم، احنا طافيين نور العنبر المفروض نقيده عشان يوضح اكتر. الكلاب الهاسكي قاعدين اهم تمام، اهو شايفين اللي قاعد اهو، بصوا هنا ادي الكلاب الهاسكي اهي، علشان في نتايه هاسكي اللي هي اسمها ليلي،
هم عايزين يخشوا لها، عايزين يفتحوا لها باب البوكس وعايزين يخشوا لها عشان عايزه تتجوز. شايفين عاملين قسم سنتره ازاي مسيطرين قدام المكان ده؟ طب اشمعنى المكان ده؟ الجزء الثاني من العنبر اهو، استنوا يا جماعه، ادي الجزء الثاني راح فين يا جو؟ اهو ادي الجزء الثاني من العنبر، مفيش كلاب بره، تمام؟ الجزء ده بس اللي هم قاعدين قدام البوكسه دي، والبوكسه دي كمان احنا مخطط لهم لمبه صفراء عشان تدفي البوكس، عشان الناس اللي بتقول الجو ساقع، تمام؟ طبعا ادي الكلب اهو شايفينه، ده الكلب اللي بيجري ويصوت اللي انا هنجيبه لكم دلوقتي في الفيديو، شويه كده هنخش نقعد معاه كمان ونوريكم الفتحه اللي في وشه، تمام؟ طبعا ادي الكلب اهو يا جماعه بيشمشم ورا الباب اهوت والكلام ده كله. الكلب ده بيطلع هنا عايز يتجوز باي طريقه. مواصفاته في الهاسكي ضعيفه شويه، يعني انا عندي ذكوره مواصفاتها اعلى منه، تمام؟ فانا بنجوز ان الذكوره الثانيه اللي قاعدين في الارض دول وما بنرضاش نجوز ده، تمام؟ هو هيموت على النتايه، هيموت على النتايه عقبال ما يموت على الناس اللي كتبت كومنتات، تمام؟ يلا بينا كده نخش بقى دلوقتي ونشوف الكلب اللي بيصوت ده هيعمل ايه معانا. بص انا مش عايز نعمل في الفيديو ستوبات عشان مفيش حد يقول لك ده بيمنتج في الفيديو او بيقطع حتت او الكلام ده، اوكي؟ احنا عايزين نمشي كده عادي طبيعي خالص. طبعا احنا ما بنعملش فيديو اثبات يا جماعه. لا احنا ما بنعملش فيديو اثبات، احنا بنعمل فيديو عشان نقفل الباب عشان ما يخشش حي جوه. احنا ما بنعملش فيديو اثبات. ادي العنبر اهو، وادي البوكس اللي فيه الكلاب اهي. بس يا جاز ما اسكتش، وادي النتاية الهاسكي قاعده جوه اهي، تمام؟ ادي نتاية هاسكي ونتاية بيبي ونتاية مالين وحالبين، تمام؟ وادي هنا نتاية جولدن ونتاية روتا حالبين. طبعا هنا يا جماعه بتيجي الكلاب الذكوره لما ما يقدروش يفتحوا الابواب. يعني بصوا احنا عندنا هنا، ركز معايا، عندنا هنا ترباس اهو، ترباس في ترباس اهو مقفول بيفتحوا الباب برضه، عملنا لهم سلسله بتتعلق اهي، تمام؟ وقطعوا الحديد، قطعوا السلك، عملنا لهم حديد، تمام؟ كل ده الذكوره هتموت وتخش للنتايج دي. تعالوا بقى نشوف الذكر، خد تعالى هيطلع، هيطلع تعالى هيطلع. بصوا بصوا هيطلع بيعمل ايه؟ لا ما تنضخش عشان اليوتيوب، هيطلع عايز ينط على اي حاجه. تعالى هيطلع، بس تعالوا ركز كده على عينه، شايفين عينه دي اهي؟ عينه دي واضحه، عينه دي كانت ضايعه خالص، عينه دي كانت ضايعه خالص. اهم حاجه بقى تعال تعال انا عايز نقول كلمة واحدة بس للناس اللي كتبت كومنتات بس، الاخ اللي عمل دويت تعالى شرفني ساعة يا اخي واثبت للناس كفاءتك يا اخي، تعالى شرفني هنا ساعة واثبت للناس كفاءتك، انت هتعمل مفتح على مين؟ احلى مسا عليك.